حلقة جديدة من برنامج عمليات بدون جراحة، البرنامج اللي بنقرب فيه فكرة العمليات الغير جراحية وقد ايه الطب بيتطور لحل مشاكل كبيرة او عويصة بأساليب اسهل مما كان قبل كده. موضوع النهاردة موضوع نزيف المخ، وزي ما انتم شايفين بنتكلم في المخ، اغلى ما يملك الانسان، لان التدخلات الجراحيه فيه على قد ما هي نافعه لكن ايضا نتائجها قد تكون محفوفه بكثير من المخاطر. ولذلك احسن حاجه هي ابسط حاجه، ودي قاعده مهمه قوي في الاماكن الحساسه في الجسم زي القلب وزي المخ. نزيف المخ هو احد الاسباب الشائعه للسكته الدماغيه. ونزيف المخ عشان نبسط كده الامور نوعين. نوع النزيف بيتم داخل المخ، لحمة المخ نفسها، النسيج المخ. والنوع الثاني نزيف المخ في الغشاء المحيط بالمخ. النوع الاولاني هو النوع الاكثر شيوعا، اللي هو النزيف داخل مكون المخ نفسه او لحمة المخ، فصوص المخ نفسها. وده بينتج نتيجة تقدم السن وارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، السمنة المفرطة، الشراهة في التدخين، إهمال مرض السكر. دي عوامل خطورة اللي بتؤدي إلى حدوث نزيف في المخ، وده النوع الأكثر شيوع وعلاجه عادة علاج مش جراحي، عادة علاج دوائي حتى يقوم الجسم بامتصاص هذا الدم ويترك الإنسان معها مستديم في معظم الأحوال. النوع الثاني اللي هو خارج المخ، اللي هي محيط بالمخ في أغشية المخ حوالين المخ، ربنا خلق غشاء يحميه من دورين، من غشائين. تكون الدم بين هذه الأغشية بيحصل مشكلة. الأغشية المحيطة بالمخ غشائين، واحد اسمه الأم الجافية والتاني اسمه الأم العنكبوتية، مش عارف تسموا كده ليه لكن هم اسمهم كده. بين هذين الغشائين هناك ثلاث مواضع ممكن نزيف يحصل: فوق الأم الجافية، تحت الأم الجافية، أو تحت الأم العنكبوتية. الأولاني والتاني عادة بيحصلوا نتيجة حوادث السيارات أو واحد اتخبط على دماغه، ينزف دم، الدم يتجمع حول الغشاء الجافية، يا فوق منها يا تحت منها. ودي علاجها سهل، الجراح بيفتح حتة في الجمجمة ويشفط الدم يطلعه. إنما النوع الثالث اللي هو تحت الأم العنكبوتية ده اسمه النزيف القاتل، اسمه النزيف القاتل. نزيف القاتل اللي أبشع أنواع النزيف، أولا أشد أنواعهم إيلاما، وجع شديد جدا. حاجة تانية فتاك. النزيف القاتل أو النزيف تحت الأم العنكبوتية بيسموه قاتل ليه؟ لأن 50% من الناس اللي بيجي لهم هذا النوع من النزيف بيموتوا خلال شهر، والباقي ثلثهم بيعيش معاها مستديم. واللي أكتر من كده إن 10-20% من العيانين اللي بيجي لهم النزيف ده بيموتوا قبل ما يوصلوا المستشفى. فهو شيء طارئ وسريع، وتناوله برضو زي ما قلنا في موضوع الجلطة لازم يتم في وقت قصير جدا. العين زي ده ما فيهوش حيرة كتير زي الجلطة، لأنه بيحصل له مشكلة كبيرة لازم يتنقل المستشفى في الحال. لما بيتنقل المستشفى بيتعمل له أبحاث، صور تبين بالأشعة المقطعية والأشعة الرنين المغناطيسي تبين مكان النزيف وتبين انه تحت الام العنكبوتيه. اشهر اسباب النزيف تحت الام العنكبوتيه ما يقال عنه انتفاخ شريان المخ، يعني شريان انتفخ، يعني حصلت فيه كده بالبلدي بؤبؤه، حته منه كده اتنفخت. الحته اللي اتنفخت دي بيبقى جدارها رفيع قوي، انها تشدت قوي،
بما يسمح لها مع اي ارتفاع في ضغط الدم ان الدم يتسرب منها ويجري في تحت الام العنكبوتيه، ويحس الانسان كما لو كان طلقه رصاص ضربت في دماغه، والام شديده جدا يقال عليها اسوأ انواع الصداع، ويمتد هذا الالم الى خلف الرقبه والانسان يغمى عليه بدرجات متفاوته. اللي احنا قلنا عليها بالبلدي بؤبئه بيسموها انيوريزم. انيوريزم دي كلمه اعجميه لكن خدت صفه الشمول في العالم كله، بقت في كل اللغات انيوريزم. انا عندي انيوريزم او هو عنده انيوريزم، يعني عنده انتفاخ في شريان. دي قصه الام العنكبوتيه او النزيف تحت الام العنكبوتيه. التدخل فيها يجب ان يكون تدخل سريع، اذا ما دخلناش هتحصل مشكله كبيره، لان هيموت يا هيفضل معها مستديمه طول عمره، والاغلبيه بتموت. يبقى لازم تدخل، والتدخل لحد سنه 1990 تدخل جراحي، وبعد 1990 بقى تدخل بطريقه اخرى عن طريق القسطره والاشعه التدخليه. ده اللي هنتناوله مع حضراتكم بالتفصيل في حلقه قادمه تتناول اساليب علاج النزيف تحت الام العنكبوتيه في المخ، والتطورات المبهره المذهله اللي حصلت في هذا الموضوع خلال العشرين سنه اللي فاتوا. اخبار سعيده تنتظركم، تنتظر المرضى، والقادم مذهل اكثر. ونرحب باسئلتكم واستفساراتكم على موقعنا والحساب الشخصي على الانترنت.